بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كلامنا مع بعض عن الايه اللارينجيال كارتريج. زي ما احنا اتفقنا مع بعض واخدنا اهو، يبقى انا عندي السيرويد كارتريج او الدرع، وعندي الكيركويد كارتريج، وعندي الاريتينويد كارتريج، وعندي في النهايه الكورنيكوليتس والكيونيفورم اللي هم رقم 4 و5، عايز تسميهم 4 اي حاجه. وعندنا بقى اخر حاجه عندنا اللي هو الايبي جلوتس. طيب زي ما احنا شايفين ان اهو في الرسمه هنجد انه الايبي جلوتس هو عامل زي الليف، عامل زي ورقه الايه الشجر، شكله حلو ازاي، وبيبقى نازل وبيمسك فيه السيرويد كارتليج من خلال ليجامنت اسمه الثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت، او الليجامنت اللي بيربط ما بين السيرويد كارتليج وما بين الايبيجلوتس. طيب ده كده اول ليجامنت بيبقى ليه علاقه بالايبيجلوتس. طيب في ليجامنت تاني؟ في ليجامنت تاني، يمكن الليجامنت ده مش مرسوم دلوقتي ويمكن هناخده ان شاء الله قدام، بس انت تبقى عارفه يعني. يبقى احنا اخدنا اول واحد اللي هو السيرو ايبيجلوتيك فولد، في عندك ليجامنت تاني بيربط ما بين الاريتينويد وبيربط ما بين الايبيجلوتس، بنسميه اريتو ايبيجلوتيك، وبنسميه اسف اري ايبيجلوتيك فولد. اري ايبيجلوتيك فولد يعني الفولد اللي بيربط ما بين الاريتينويد وما بين الايبيجلوتس. عايزك تتخيل كده معايا فولد، بص بيبقى ماشي كده بالشكل ده، واخد بالك، بيعدي على كل الاربع ستراكشرز دول، يعني بيعدي على اول حاجه الاريتينويد، وبعدين بيعدي على الكورنيكيوليت والكيونيفورم، وبعدين في النهاية يوصل لغاية الإبيجلوتس. هذا الفولد بنسميه الإري إبيجلوتيك فولد، وهو فولد بيمتد من الأريتينويد كارتليج لغاية الإبيجلوتس، وهو فولد بيعدي كمان على الكورنيكيوليت والكيونيفورم كارتليج. حتى تلاقي من ضمن ملحوظات الكورنيكيوليت والكيونيفورم انه هما بيعملوا سبورت او بيعملوا دعم لفولد اسمه الإري إبيجلوتيك فولد. ويمكن ان شاء الله لما نيجي ناخد الفولد ده قدام هوريك صوره حلوه جدا ليه يعني في قدام. يعني هنبدا بقى نتكلم عن موضوع جديد، الا وهو الميمبرينز والليجامنت الموجوده حوالين اللارينكس او الموجوده اكسترينزك برا اللارينكس، وكمان الميمبرينز والليجامنت الموجوده انترينزك او الموجوده بداخل الايه اللارينكس. هنبدا كلامنا عن الميمبرينز والليجامنت الموجوده اكسترينزك او الموجوده على اللارينكس من بره، وهنبدا ان احنا ممكن اتكلمنا عن بعضها قبل كده، وهنراجع اللي احنا قلناه قبل كده ونزود عليه. طبعا زي ما احنا شايفين هنا على الرسمه ديت والرسمه دي، هنتكلم دلوقتي على الفرق ما بينهم. هبدا بالرسمه السهله اللي احنا خدناها كتير قبل كده. عندنا العظمه الموجوده هنا فوق دي بنسميها الهايويد بون، وزي ما احنا شايفين الموجود ورا ده اللي هو شبه الليفه اللي هو بتنزل وتمسك فيه الثايرويد كارتليج. هذه الليفه كنا بنسميها الايبيجلوتس او ايه بنسميها لسان الايه المسمار. يمكن الناحيه الثانيه هنبص نلاقي ان انا هنا طبعا حاطط الثايرويد كارتليج، انما الناحيه الثانيه هنا انا كاسر الايه الثايرويد كارتليج. زي ما احنا اتعودنا بسيب لامينه واحده وبشيل اللامينه الثانيه اللي هي ناحيتي عشان اتفرج على المكونات بتاعه اللارينكس او المكونات بتاعه الايه الحنجره. وكمان هنلاحظ ان انا فوق هنا قمت جاي كاسر الايه الهايويد بون، انما هنا الهايويد بون كامله. طبعا زي ما احنا اتعودنا ده البادي بتاع الهايويد بون، وهنا ده الجريتر هورن او القرن الكبير، وده الليسر هورن او الايه او القرن الصغير. انا شايل الايه الناحيه اللي هي ناحيتي اللي هي بتاعه البادي، وشايل الليسر وشايل الجريتر، وسايب الايه الناحيه الثانيه برضو، سايب هنا البادي والليسر هورن والجريتر هورن الايه الناحيه الثانيه. كل الكلام ده عشان اقدر ان انا اشوف العروسه بتاعتنا هنا او الراجل المحترم ده اللي هو الايبي كلوتس او اللي هو لسان الايه المسمار. وهنجد ان هنا في ليجامنت بيربط ما بين الهايويد بون وما بين الايبي كلوتس، هذا الليجامنت اسمه الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت. اجد الناحيه الثانيه برضو ادي الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت، بس طبعا مش باين قوي لانه الهايويد بون والممبرين والغشاء ده مغطيها، وكمان الثايرويد كارتليج مغطي الايبيجلوتس. فهنلاحظ انه هنا الايه الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت مش باين، انما على الرسمه الثانيه يبان كويس قوي. طيب يعتبر اول ممبرين او اول غشاء من الاغشيه الاكسترينزك الموجوده خارج اللارينكس، لان انت لازم برضو تبقى عارف حاجه ان الايبيجلوتس هو يعتبر الغطاء او الغطاء بتاع اللارينكس. لو انا اعتبرت ان اللارينكس او الحنجره عباره عن برميل، تمام، فالايبيجلوتس هو يعتبر الغطاء بتاع البرميل ده. فهنبص نلاقي ان انا عندي سطحين للايبيجلوتس، في سطح ناحيه بره اللي هو بيبقى ناحيه الايه الهايويد بون، وفي سطح تاني ناحيه ايه ناحيه ايه جوه بيبقى موجود ناحيه الايه اللارينكس من هنا، خلاص كده. فانا بعتبر ان الغشاء ده او الليجامنت ده موجود خارج الايه اللارينكس، الهايو ايبيجلوتيك ليجامنت ده موجود خارج اللارينكس، عشان كده انا بعتبره من الاكسترينزك ميمبرينز او الاكسترينزك ليجامنت الموجوده خارج الايه اللارينكس. تاني ليجامنت عندنا اخدناه قبل كده برضو اللي هو الثايرو ايبيجلوتيك ليجامنت. يبقى انا اخدت الهايو ايبيجلوتيك اللي ما بين الهايو بون والايبيجلوتس، وتاني واحد اللي هو الثايرو ايبيجلوتيك اللي بيربط ما بين الثايرويد كارتليج والايبيجلوتس. نيجي بقى لاخر اتنين عندنا واللي هما سهلين واخدناهم كتير قبل كده. الليجامنت الاولاني اللي هو اسمه الكريكو تراكيال ليجامنت اللي هو بيمسك ما بين الكريكويد كارتليج والتراكيه، واخر واحد اللي هو الثايرو هايويد ايه ممبرين اللي هو بيربط ما بين الثايرويد كارتليج وما بين الهايو بون.